كابتن عادل، الاهلي يخسر الثلاث نقاط غاليه في صراع القمه. بص يا كابتن، اول حاجه عاوزين نتكلم فيها، انا كلمتك قبل الماتش قلت لك حاجه مهمه ايه. قلت لك ان النادي الاهلي هيلعب فتره في حوالي 60 يوم، هيلعب 16 مباراه، وقايل لك ان هيبقى فيه نوع، مش بتكلم على ماتش النهارده، انا بتكلم في مشوار الدوري. ايوه، هيبقى فيه خساره ويبقى فيه تعادل، والناس لازم تتوقع الكلام ده، لانه طبيعي جدا الماتشات فيها ضغط، هيبقى فيها ضغط كتير قوي فيما بعد. انت لاعب كنت مضغوط الاول وبعدين مضغوط دلوقتي، مش مبرر على مباراه. اما مباراه النهارده، النادي الاهلي عنده 44 بونت، الاول عنده 51 بونت، النادي الاهلي عنده 3 ماتشات لو كسبهم هيبقى 53 بونت. يعني مش عايز بالمعنى ايه، ما تفرحش قوي وما تزعلش قوي، لازم تبقى كبير في الامور دي، والنادي الاهلي كبير دايما. البطل لما بيقع بيقوم بسرعه، الفرق ما بين وقوع البطل غير وقوع اي حد تاني، البطل لما بيقع اوامانه بيبقى بسرعه، النادي الاهلي هيقوم بسرعه، ويمكن ده درس مهم قوي للاعبين، ممكن يكون درس قوي ويعني قاسي عليهم وكل حاجه، بس جه في وقت ممكن يساعدك. احيانا الهزيمه بتولد طاقات لو استغلتها صح، مش تستغلها انك انت تبوظ الدنيا وتهد الدنيا والحاجات دي، الموضوع انتهى في اسباب خلتك تخسر النهارده، عدم الالتزام جوه الملعب وعدم تنفيذ المهام دي، يشيلها المدرب وهيشيلها اللاعبين. احنا خلينا نتكلم بمنطقيه، عدم الالتزام، بص، تنفيذ المهام حاجه والالتزام حاجه تانية. الشد العصبي من بدايه المباراه، وانا ليا وجهه نظر طول عمري بقى انا ما بحبش المدير الفني يقعد في مدرج، انا بقولها لك دي وجهه نظر انا. أي. انا حصلت معايا اكتر من مره. أي. انا قعد لي مدرب وخسرت. انا كنت مشدود ازاي ولاعيبتي كانت مشدوده ازاي عشان يثبتوا للمدرب اللي جاي ان انا لعيب جامد ولعيب كويس، بدليل النادي الاهلي ضاع كام جون النهارده؟ كتير جدا، فوق ال 11 12 فوق 12 13 هدف. ايوه، ال 12 13 هدف ده في اهداف اللعيبه مشدوده قوي عشان تجيب جون. ايوه، ودي ايه تفسرها بايه؟ الناحيه الدفاعيه. ايوه، النهارده رامي الجون الاولاني بيديها للفيرود، ده ايه؟ هل ده رامي او هل اللعيبه اللي عندنا كانت بتجيب من انصاف فرص؟ انت بتشوف وليد سليمان والشد، انا مش بتكلم على وليد يمكن لعيب كبير وعنده خبراته، لكن انا بكلمك على لعيبه كره بتبقى جوه الستة ياردة بيشوطوها فوق العارضه، واللي يشوطها شد عصبي. انا ماليش دعوه بقى الشد ده منين، لكن في شد عصبي، عدم ان اللعيبه ما عندهاش، مش مسترخيه.